اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. اسمحوا لي طبعا في البداية رحب بحضراتكم وبشرف النهاردة بوجودي في صحبة طبعا معالي الوزراء، وزير التموين، وزير المالية، وزيرة التضامن، وأيضا طبعا يعني ضيوفنا الكرام من التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي اللي بيمثلوا كبرى مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية اللي بتعمل في مجال التنمية والحماية الاجتماعية. والحقيقة النهاردة مناسبة هذا يعني المؤتمر ان احنا نعلن عن بدء اطلاق او بدء تنفيذ الحزمة الحماية الاجتماعية اللي وجه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الحكومة بتنفيذها بالتعاون مع المجتمع المدني كحزمة استثنائية واضافية لطبعا مواجهة الازمة العالمية الكبرى اللي تسببت فيها الحرب الروسية الاوكرانية. ويمكن احنا كنا اعلنا ان احنا لما اعلنا عن هذه الحزمة بعد ما تم عرضها على فخامة الرئيس قلنا ان احنا هناخد حوالي شهر علشان يعني انهاء كل الاعمال اللوجستية والترتيبات المطلوبة عشان نبدأ التنفيذ، وبالتالي يعني احنا كان تقديرنا ان شاء الله هنبدأ اعتبارا من 1/9 يعني اول الشهر القادم على طول بدء فعلا التطبيق الفعلي على الارض. وعشان كده يمكن حبينا النهاردة ان احنا نعمل هذا المؤتمر ونشرف بلقاء حضراتكم علشان نطلق هذا البرنامج بالفعل ونبدأ الخطوات التنفيذية. لكن الحقيقة قبل ما اتكلم على هذا الموضوع انا حابب النهاردة ان انا يعني اقول حاجة مهمة جدا. النهاردة مجلس الوزراء الحقيقة ناقش العديد من الموضوعات، ولكن هناك كان الحقيقة عرض من معالي وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن الأرقام اللي انتهى بيها العام المالي الماضي 21-22 اللي هو يعني خلص في 30 يونيو الماضي. أنا عايز أقول لحضراتكم أن نمو الاقتصاد المصري في هذا العام اللي هو 21-22 نما بنسبة 6.6%، وده من أعلى الأرقام اللي سجلها الاقتصاد المصري كنمو على مدار السنوات الماضية. يعني أنا بس حابب أن أنا أقول هذا الموضوع بالرغم من أن الربع الأخير من هذا العام كان ربع صعب جدا اللي هو كله شهد الحرب الروسية الأوكرانية وتأثر معدلاتنا التنموية بيه، وبالتالي إحنا كنا متوقعين أن العام ينتهي بحوالي 6.1 أو 6.2، لكن فعليا بعد يعني الأرقام ما تم مراجعتها المؤشرات الأولية بتقول ان الاقتصاد نما ب6.6. الشيء الاخر الجيد جدا ان البطالة استقرت على 7.2% كنسبة، ودي كلها ارقام مشجعة. لكن طبعا يظل التحدي طبعا الحقيقي اللي شهدته الدولة وزي العالم كله هو ارتفاع معدلات التضخم، وده طبعا ظاهرة عالمية واكيد حضراتكم متابعين اللي بيحصل على مستوى العالم، واللي خلى التضخم طبعا عندنا وصل الى 14.6% طبقا لارقام الشهر اللي كان اعلنها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء. وبالتالي هنا انا عايز اقول ان اداء الدولة بالرغم من كل التحديات اللي احنا واجهناها اللي هي الغير مسبوقة، الخطوات اللي يعني سيادة الرئيس وجه بيها والاقتصاد بيتحرك بيها بتثبت ان مصر يعني اصبحت كاقتصاد قوي وقادر على الصمود والتعامل مع الأزمات الكبيرة. ولكن يبقى التحدي الأكبر طبعا هو قدرتنا على الاستمرار مع طول الأزمة. وعشان كده لما بناخد إجراءات كثيرة كدولة كإجراءات حمائية وكإجراءات تقشفية وكإجراءات إزاي إن إحنا نتعامل في الموازنة عشان نحافظ على استقرار الدولة المصرية، بيبقى الموضوع ده يعني بيبقى وليد طبعا يعني التطورات اللي بتحصل لحظة بلحظة ويوم بيوم، وبالتالي احنا بنحاول بقدر الامكان يبقى لدينا مساحة من المرونة للتدخل. وعشان كده كانت فكرة ان يبقى عندي احتياطي في هذا العام حوالي 130 مليار حاطينه كاحتياطي عام عشان نقدر نتدخل بيه ونتعامل بيه بأي مبادرة او اي اجراء احنا شايفين انه هيحصل نتيجة لظروف مرة أخرى إحنا مش مسؤولين عنها وبتستجد علينا، ومنها هذه الحزمة
اللي احنا النهاردة بنقول عليها الحزمة الحماية الاجتماعية الجديدة دي كلها هتبقى من خلال هذه الاحتياطات العامة اللي كانت الدولة حطاها والحكومة حطاها عشان نعمل هذا الموضوع. لكن هناك نقطة، معلش أنا قبل ما أبدأ مرة أخرى في موضوع الحزمة ونعلن عنها، أيضا كان من يومين الحقيقة كان المجموعة الخاصة بتنمية الأسرة المصرية بيعرضوا علينا الزيادة السكانية. ومصر يعني أنا عايز أقول لحضراتكم سيظل التحدي الكبير جدا عندنا هو تحدي الزيادة السكانية. احنا تقديراتنا طبقا للأرقام اللي اتحققت في أول 7 شهور إن هذا العام عام 22 هيبقى عدد المواليد 2,185,000. ده عدد المواليد. الرقم ده أقل من الثلاث أربع سنين اللي فاتوا. يعني إحنا كنا في الثلاث أربع سنين اللي فاتوا يعني بيبقى فيه أرقام أعلى من كده، ولكن يمكن السنة الوحيدة اللي كانت أقل هي السنة اللي فاتت بسبب ظروف كورونا، وإن هناك كان يعني ظروف معينة ما شجعتش على عملية الإنجاب بالصورة الطبيعية. لكن الأرقام بتورينا إن ما زال عندي التحدي 2,185,000 مولود جديد بيتولدوا في الدولة، وصدهم بيبقى في معدل وفيات نقدر نقول 500,000 لـ550,000 مواطن. يعني معنى كده ان بالحسبة كده بالراحة وبسيطة احنا بنتكلم على زيادة طبيعية حينتهي بيها هذا العام حوالي 1,600,000. هذا الرقم الرهيب اللي هو احيانا بيعادل سكان دول، يعني انا بقولها لكل مصر ولكل المواطنين المصريين، اي جهد النهاردة بيبذل من الدولة واللي هو جهد ما اعتقدش ان يعني هيبقى بهذا الحجم الكبير جدا اللي بيبذل في يعني هيبقى يعني تشهده مصر في فترات قادمة. انا بتكلم بمنتهى الامانة، كل هذا الجهد مش هنحس بيه طول ما هذه الزيادة بتحصل بهذه المعدلات. وعشان كده يعني احنا كمصريين لازم نتوقف مع نفسنا ونقول اعتقد ان احنا محتاجين ولفترة ما، ويمكن دايما كنا بنتكلم هذه الجزئية، احنا بس لو كلنا مع مصر الحكومة مع الدولة ومع المواطنين وفكرنا ان احنا يبقى عندنا برنامج وعندنا وعي ان حتى لمدة 10 سنين فقط يبقى كلنا بنجتهد ان لا يتجاوز عدد المواليد في اي اسرة، انا بتكلم على الاسر الجديدة او الاسر اللي حاليا اللي هم الشباب الحديث الزواج واللي موجودين، ان ما يتجاوز عدد الاطفال في الاسرة 2، هنقدر ان احنا نشوف الارقام دي بتنزل ونحقق المستهدف ان يبقى عندي قدرة كدولة مع كل المشروعات اللي احنا بنعملها دي نقدر ان الناس تبدأ تشعر ان حصل تحسن كبير في اوجه الحياة، ونقدر احنا كدولة نعوض الفجوة المتراكمة اللي بقالها 30-40 سنة في نقص أعداد المدارس، في نقص أعداد مستشفيات، في خدمات إحنا كحكومة وجدناها، جينا لقينا هذا التراكم الكبير اللي بقاله 40 سنة. فأعتقد يمكن هذه النقطة لازم أعتقد كلنا كمصريين لازم نتكلم فيها، ولازم وسائل الإعلام ورجال الفكر جنبا إلى جنب مع المسؤولين يبقى كل تركيزنا، واعتقد المجتمع المدني لازم اللي هو موجود في الشارع لازم نبقى بنتكلم على هذه الجزئية. انا بقولها لحضراتكم، يعني تخيلوا اذا كنا بنتكلم على 1,600,000 كل سنة زيادة، طب لو الرقم ده بقى 600,000 فقط بدل 1,600,000، يعني متخيلين ممكن هيبقى الفرق ده قد ايه؟ 1,000,000 لو بس يعني قلينا، والمدة 10 سنين احنا بنتكلم في يعني تخفيض او تقليل ضغط وعبء على الدولة رهيب للفترة الجاية. هو ده اللي احنا كلنا كمصريين لازم نبقى شعارين بعظم المسؤولية في هذه المشكلة وهذا التحدي في الفترة الجاية. عشان كده يمكن احنا تناقشنا كحكومة، كنا يعني سيادة الرئيس كان في فبراير نهاية فبراير الماضي يعني اطلق موضوع تنمية الاسرة ووجه الحكومة انها تبدأ اعتبارا من العام المالي الجديد اللي هو بدأناه في تنفيذ هذه الفعالية. احنا يمكن اتكلمنا على
العديد من الخطوات اللي هنبدأ بالفعل أو بدأنا تنفيذها على الأرض بالفعل نحو عمل حوافز إيجابية للمواطنين وللمرأة المصرية على الأخص عشان نشجعها على هذا الموضوع. ولكن يبقى ثلاث تحديات احنا الحقيقة تقدمنا بيهم للبرلمان بتشريعات، لأن محتاجين أنهم يقروا بأسرع وقت علشان نبدأ تفعيلهم على الأرض. موضوع تجريم الكامل لكل المسؤولين عن زواج القاصرات، موضوع عمالة الأطفال، والموضوع الثالث التسرب من التعليم. الموضوعات الثلاثة دي مع تشديد الإجراءات التشريعية والعقوبات اللي يعني بتتسبب في هذه المشاكل والتحديات مع إجراءات أخرى الدولة بتاخدها، من شأنها أيضا أن تساعد على تنفيذ برنامج للتنظيم أو يعني موضوع الزيادة السكانية وإزاي إن إحنا نقدر يبقى فيه نوع من التنظيم إليها. رجوعا إلى موضوعنا وهو إطلاق الحزمة الاجتماعية، حضراتكم تتذكروا إحنا يمكن يعني كان توجيه فخامة الرئيس إن إحنا نزود 100 جنيه للبطاقات التموينية، ودول يمكن كان لتمانية مليون ومية وعشرة ألف بطاقة، فيهم أكتر من 9.1 مليون أسر هيستفيدوا من هذا الموضوع، بأكتر من 37 مليون مواطن. هيبقى المتوسط إن إحنا بنزود على البطاقة التموينية اعتبارا من أول 900 جنيه، يستفيد المواطن من خلالها بصرف عدد من السلع اللي محدداها وزارة التموين، ويمكن معالي وزير التموين هيبقى في مداخلة يحدد هذا الموضوع. احنا جهزنا فعلا الداتا، وان شاء الله يمكن سيادته هيقول لحضراتكم ان احنا هنبدأ فورا في تنفيذ هذا الموضوع اعتبارا من اول 9. ايضا الحقيقة كان المستهدف ان احنا نزيد الاسر المستفيدة من الدعم النقدي في برنامج تكافل وكرامة، والدولة المصرية من خلال الحكومة أعلنت أنها هتضيف على 4.1 مليون أسرة اللي موجودين حاليا، هنضيف كدولة 0.5 مليون أسرة جديدة. وبالفعل معالي وزيرة التضامن الحقيقة بدأت الخطوات الفعلية لإضافة 500 ألف أسرة اللي فعلا هيبقوا النهاردة يبدأوا يصرفوا اعتبارا من شهر سبتمبر المعاش اللي هم 0.5 مليون أسرة جديدة، اللي هيبقى تكلفتهم علينا حوالي 3 مليار جنيه إضافية هتصرف من الاحتياطيات العامة. ولكن الحقيقة جنبا إلى جنب مع ده كان طبعا الجهد الرائع والمشكور من التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، اللي هم الحقيقة يعني بيعملوا بالتنسيق الكامل مع الحكومة، مش النهاردة، احنا من سنوات. ويمكن طبعا في خلال الأزمة الماضية وفي خلال المناسبات العديدة زي الأعياد والمناسبات الدينية ومختلفة، الحقيقة التحالف كان بيعمل شغل يعني أكثر من رائع وبيستهدف ملايين المواطنين. وأنا حابب هنا مرة أخرى أوجه لهم كل الشكر والتقدير على الجهد الرائع اللي هم بيعملوه جنبا إلى جنب مع الحكومة. الحقيقة كان يعني التحالف وعد بالفعل إن هو بالإضافة إلى 500 ألف أسرة اللي الحكومة التزمت إنها تديهم دعم نقدي في صورة تكافل وكرامة، إن هم أيضا حيضيفوا 600 ألف أسرة. والحقيقة فعلا، ويمكن حترك للأستاذة نهى إنها تعرض هذا الموضوع وكل التحالف، إن الحقيقة تم الاتفاق إن فعلا في 420 ألف أسرة هتصرف دعم نقدي. وبالتالي معنى كده ان لما بضيف 500 ألف بتوع الحكومة مع 420 ألف، احنا كده تجاوزنا 5 مليون أسرة هتبقى بتاخد دعم نقدي من الأسر اللي هي بنقول عليها الأكثر احتياجا. لما نحسبها كده يعني بنتكلم 5 مليون في متوسط 4 إلى 5 أفراد، يعني أنا بتكلم تقريبا على ربع الشعب المصري هيبقى بيستفيد من هذه المبادرة الرائعة. لكن جنبا إلى جنب مع 420 ألف، في 180 ألف أسرة هتاخد دعم غذائي بقيمة تعادل الدعم النقدي بحزمة غذائية، هيبقى برضو التحالف هو ملتزم بيها للفترة القادمة. أنا حبيت بس طبعا إن أنا أعلن عن هذه الخطوات، واسمحوا لي يعني أدي الفرصة لمعالي الوزراء زملائي إن هم يعني يدوا أي مداخلات. معالي وزير التموين. شكرا يا فندم،
بنشكر فخامة الرئيس وحضرتك للحزمة الاجتماعية الإضافية في هذه الظروف اللي يجب كلنا نقف مع بعض فيها. وزي ما حضرتك تفضلت هيتم إضافة 100 جنيه على بطاقة الأسرة المكونة، البطاقة فيها ما نسميه أسر ممتدة، ففي بطاقة فيها أسرة واحدة فده هيتم إضافة 100 جنيه، وفي بطاقات فيها أسرتين لثلاثة دول هيتضاف عليها 200 جنيه، وفي بطاقات حتى هذه اللحظة فيها أكتر من ثلاث أسر وبالتالي هيتضاف عليها 300 جنيه. العدد بالضبط بعد المراجعة وبعد العمل مع قواعد البيانات المتكاملة من الرقابة الإدارية تم حصر الفئات الأكثر احتياجا ومستفيدين من بطاقات التموين، فطلع بالنسبة للأسرة واحدة يستفيد منها 7,657,178 أسرة، يعني 7,700,000 تقريبا. البطاقات اللي فيها تستفيد وفيها أسرتين لثلاثة 332,328 بطاقة. الأكثر من ثلاث أسر عدد محدود جدا وهم 926 بطاقة. زي ما دولة رئيس الوزراء قال دول يزيدوا عن 36 مليون مستفيد، عدد ده 36 كسر مليون مستفيد. التكلفة الشهرية لهذه الزيادة 833 مليون جنيه، 833 مليون جنيه شهر زيادة. التموين عندنا في البطاقات وهم حوالي 64 مليون مستفيد بيمثلوا 23 مليون بطاقة، 3 مليار في الشهر بالبلدي كده، في مليار زيادة 833، يعني تقريبا 50% زيادة. تم زيادة بعض السلع على قائمة الصرف، وتم زيادة بعض الحدود في كميات السلع على قائمة الصرف، وزي ما دولة رئيس الوزراء قال احنا جاهزين، تم مراجعة البيانات، وبالتالي قائمة الصرف في 1/9 هتبقى متاحة اعتبارا من 1/9 لهؤلاء الأسر بحيث انها تصرف الزيادات المحددة. النقطة الثانية هيتم إرسال على بون صرف العيش رسالة لهؤلاء المستفيدين من هذه المنحة الرئاسية، إن هو هنا بقى هيطلع له على البون كده هيتم إضافة 100 جنيه على بطاقة التموين بتاعتك لمدة 6 شهور. دي سيادة الرئيس حدد دي العملية تستمر 6 شهور، لو 200 جنيه هيطلع له كذا. طبعا لو مش موجود من الفئات المستحقة هيبقى الصرف عادي، وإحنا بناء على توجيهات دولة رئيس الوزراء جاهزين وكافة الأمور، وإن شاء الله من 1/9 يتم التنفيذ. معالي وزير التضامن بالنسبة للتكافل والكرامة. شكرا دولة الرئيس، يعني يمكن الدولة بتنطلق وبتستمر في جولة جديدة من سياسات الحماية الاجتماعية اللي كانت سمة هذه الفترة منذ تولي السيد رئيس الجمهورية. سياسات الحماية الاجتماعية بتتعاظم أكتر في أوقات الأزمات أو الصعوبات الاقتصادية اللي مصر مرت بيها واحدة تلو الأخرى. كان في دايما سند من ومظلة حماية اجتماعية بنتوسع فيها للفئات الأولى بالرعاية، سواء للأسر الفقيرة أو الفئات زي المرأة المعيلة ذوي الإعاقة المسنين. الحقيقة ده بيأكد التزام مصر بسياسات حقوق الإنسان وبالتأكيد على أن ينول كل مصري حياة كريمة. أيضا سياسات الاستثمار في البشر، خاصة أن برنامج تكافل وكرامة يمكن حوالي 48% منه أطفال تحت سن 18 سنة، وده بيأكد إن إحنا لازم نستثمر في صحتهم وتعليمهم. يعني بيبرز نجم المجتمع المدني أكتر وأكتر من خلال التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، اللي بيظل مجموعة كبيرة من أقوى جمعيات أهلية في مصر بمواقفها الوطنية والتنموية وفهمها العالي جدا للقضايا القومية اللي مصر بتمر بيها، وده الحقيقة مش غريب، ده تاريخ طويل من العطاء.
من خلال يعني مشاهدتنا ليها بخبراتنا، بنزود وبننسق مع بعض عشان نقدر نتحقق من حسن استخدام الموارد وترشيدها، وان احنا يصل كل مستحق الى حقوقي. احنا مش بنكتفي فقط بالدعم النقدي، عندنا ايضا برامج اخرى بتاكد على تكافؤ الفرص التعليميه والصحيه، بندفع مصروفات لغير القادرين، بنهتم بالتوسع في الحضانات الطفوله المبكره، ايضا لدينا برامج اخرى خاصه بتحسين سمات المنزل من سكن كريم ومن مياه شرب ومن مياه صرف، اتساقا مع ما يفعله برنامج حياه كريمه. لدينا ملف التمكين الاقتصادي اللي احنا بناكد عليه، لان الدعم النقدي وحده ما بيتوائم مع سياسات التمكين الاقتصادي، يجب ان يعمل كل مصري وكل مصريه قادرين على العمل. حلقه الانتاج وعجله الانتاج لازم بتدور خاصة في المجتمعات المحلية، علشان كده بنشترك ايضا مع التحالف ومع كثير من اللي بيساعدونا من القطاع الخاص، علشان نقدر نكبر ملف التمكين الاقتصادي ليتوائم مع الحزمة الاستثنائية. الحزمة الاستثنائية يعني تكافل وكرامة كان 19 مليار تمويله السنة اللي فاتت، اصبح في ابريل 22 مليار بزيادة عدد 450 ألف أسرة، النهاردة أصبح 25 مليار، أي أن احنا زدنا من 19 ل 25 في أقل من 5 شهور، وزدنا 1,500,000 أسرة بالتنسيق مع التحالف في أقل من 5 شهور. ده بيأكد أن مصر بتحترم حقوق الإنسان وبتحترم أيضا احتياجات المواطن العادي، ولكن مش فقط احتياجات، هي حقوق وهي أيضا استثمار في البشر برؤية مستقبلية للحد من التسرب من التعليم ولخفض الزواج المبكر. كان دولة الرئيس بيقول دوت، لدينا برنامج وعي في 12 رسالة تنموية هي اللي الحقيقة بتحجب تقدم التنمية، زي الزواج المبكر، الاكتشاف المبكر للإعاقة، المحو الأمية، حسن استخدام المياه، الهجرة غير الشرعية، ختان الإناث، قضايا كبيرة الحقيقة عندنا عمل كثير جدا، وطرف واحد لا يمكن أن يعمل بمفرده، واعتقد ان اي طرف. معالي الوزيره، هل احنا البطاقات عشان بس نطمن المواطنين اتطبعت ولا بدانا الطباعه ال500,000؟ تم فندم طباعه البطاقات، النهارده احنا بنوزع 250,000 بطاقه من خلال اللي هي الذكيه ميزه تكافل وكرامه، بيتم توزيعها على مستوى الجمهوريه من خلال شركات توزيع، كل اسره ستتسلم بطاقتها في منزلها، وبنستكمل التوزيع إن شاء الله في شهر 9 في ميعاد الصرف، هيكون موجود 500,000 أسرة زيادة بواقع 3 مليار جنيه سنويا. شكرا جزيلا. شكرا يا فندم. تفضلي. بشكر حضرتك معالي دولة رئيس الوزراء. الحقيقة احنا النهاردة وجودنا تحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، احنا سعداء جدا بمشاركتنا في حزمة الإجراءات الحماية الاجتماعية الاستثنائية، وده بالإضافة للأجندة الكبيرة التحالف بمؤسساته المفروض ان هو جاري تنفيذ أنشطتها المختلفة، وده مستمر معانا ان شاء الله حتى نهاية العام. الحقيقة احنا مساهمتنا داخل الحزمة دي هيكون بدعم 600,000 أسرة بواقع 420,000 أسرة، هتتسلم دعم نقدي بمتوسط 500 جنيه للأسرة، بيتضاعف في بعض المواسم والمناسبات، ده بالإضافة ل 180,000 أسرة هتتسلم سلة غذائية متوسط تكلفتها في حدود من 400 ل 500 جنيه، وده هيتم استهدافه لكل المواطنين اللي هم ما عندهمش أي معاش نقدي مستمر من الدولة، يعني خارج ال 4.6 مليون مواطن اللي بيحصلوا بالفعل على تكافل وكرامة بدعم الحكومة، انتشارهم جغرافي تقريبا متواجدين في 27 محافظة، ويمكن أكتر حاجة كنا حريصين على التأكد منها أن يكون في بحوث ميدانية بتتم للأسر دي للتأكد من احتياجهم للدعم، أغلبهم من المرأة المعيلة وأسر فيها مسنين وعدد كبير من الأطفال. الحقيقة احنا بالإضافة لده في خطة بتتم بالتوازي أنه يبقى في تخارج للأسر دي من دائرة الفقر باستهداف لعدد من مشروعات التمكين الاقتصادي إن شاء الله احنا بيتم دراستها دلوقتي، بحيث ان احنا يبقى عندنا تصور ل 100,000 مشروع تمكين اقتصادي نستهدف بيه عدد من الاسر اللي هنقوم بمنحهم سواء بالمعاشات النقديه او السلات الغذائيه. بشكر حضرتك جدا. شكرا يا فندم. لا
لو في ناخد اي سؤالين او ثلاثه. اتفضلوا اتفضلوا الاعلاميين اتفضلوا. صعب. مساء الخير يا فندم، انا عوض الغنام مراسل اكسترا نيوز. عندي عده اسئله بس هختصرها سريعا. السؤال الاول حوالين في ضوء طبعا حزمه الدعم الاجتماعي المهمه للغايه، عاوزين نطمن برضو الاحتياط الاستراتيجي من السلع الاستهلاكيه، لان ده مكمل يعني هياخد، هيبقى في حاله نقصان انجاز التعبير. هل الوضع بالنسبه لهذه المساله مستقر؟ الحمد لله. السؤال الاخر حوالين هل هيكون في يعني غرفه عمليات بتتابع تطبيق ده على ارض الواقع، بحيث لو حصل اي خطا او شيء يمكن تلافيه في المستقبل القريب. سؤالي الاخير يا شكرا خاطر في الزملاء. شكرا هند مختار. انا بس يا فندم كنت عايز اسال في الجزء بتاع تنميه استراتيجيه تنميه الاسره المصريه، هل في خطه تم وضعها اعلاميا لتوعيه المواطن المصري باهميه الزياده السكانيه؟ استاذه اتفضلي. صفية حمدي جريدة المال. سؤالي عن مدى التنسيق في قواعد البيانات، ودي نقطة مهمة جدا علشان الأسر وتكرار الأسر فيما يتعلق بتطبيق الحزمة الاستثنائية. السؤال الثاني وده يمكن لا ينفصل عن الحزمة دي، وهو ما يردد عن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وان بعض الشروط اللي هي ممكن تفرض إجراءات مؤلمة على المواطنين، وان فعلا الحكومة لا تقبل بتطبيق الشروط دي، مدى صحة ما يردد بهذا الموضوع؟ شكرا. اتفضل يا فندم. اتفضل. طيب خليني طبعا أأكد لحضراتكم إن بالنسبة للإحتياط الاستراتيجي للسلع الغذائية، إحنا أنا بتابعه تقريبا يعني لا أبالغ إن أنا بتابعه بصورة يومية مع معالي وزير التموين، والحمد لله يعني الأرقام كلها مطمئنة. وعايز أقول لحضراتكم يعني إحنا لما طلعنا بالبرنامج بالحزمة الجديدة دي، إن أنا حدي 100 جنيه زيادة على البطاقة، ممكن يتبادر لأذهانكم طب ما هو ده معناها إنك هتدي يعني هيبقى فيه استهلاك أكتر لهذه السلع وبالتالي هياكل من رصيد. لا، أنا بطمئن حضراتكم الحمد لله ما عندناش أي تأثير لهذا الموضوع على الاحتياطي بتاعنا. ويمكن إحنا كنا قلنا يعني الحمد لله القمح لوحده إحنا وصلنا أكتر من 7 أشهر دلوقتي كاحتياطي، أنا بأكد على هذا الموضوع وإحنا قاعدين مع بعض. بقية السلع الرئيسية كلها في النطاقات الآمنة اللي هي دايما كان توجيه فخامة الرئيس إنها تبقى في حدود 6 أشهر، فإحنا الحمد لله الأمور دي مستقرة ولن تتأثر حتى بالحزمة الإضافية اللي من هذا الموضوع. بالتأكيد في مجموعة عمل تنفيذية دائمة من السادة الوزراء ومجموعة وغرفة عمليات موجودة علشان تتابع هذا الموضوع على الأرض، لأن طبيعي جدا مع تطبيق أي حاجة جديدة من الوارد أن يكون هناك أي يعني شكوى أو أي حاجة من أي مواطن. إحنا طبعا الغرفة موجودة وحنقدر نتعامل معها بصورة يعني فورية. تنمية الأسرة المصرية بالفعل يعني في خطة إعلامية المفروض يعني بالفعل يمكن كنا عملنا عدد منها وجهزناها بالفعل، ويمكن كان خرجت يعني بعض يعني النماذج منها في صورة بعض الإعلانات أو الأغنيات، ويمكن هيبدأ التكثيف اعتبارا من الفترة القادمة لهذا الموضوع. ولكن أيضا تاني خلينا أقول لحضراتكم الحكومة تقدر يعني هتبذل قصارى جهدها في الجوانب الفنية واللوجستية لتفعيل هذه الخطة، ولكن يبقى دور كبير جدا على حضراتكم كرجال إعلام وصحفيين ومفكرين ان هم يعني لازم ان هم يشيروا ويركزوا على هذه القضية في كل الوسائل الإعلام المختلفة. وخلينا هنا اتكلم بالذات احنا لو بنستهدف الفئات الشابة الطبيعي اللي هي لسه حديثة الزواج أو اللي في سبيلها للزواج، لازم يبقى الوصول إليها من وسائل الإعلام الجديدة اللي هم متعودين عليها، وسائل التواصل الاجتماعي، الحاجات، المنصات المختلفة، لازم يبقى هناك يعني أسلوب مختلف. وده اللي أنا بدعو بيه الحقيقة يعني كل القنوات ووسائل الإعلام إن هم يبقوا يتبنوا مع الدولة المصرية هذا الموضوع. إحنا من ناحيتنا بالفعل في خطة وبدأنا تنفيذها وحنكثف منها في خلال الفترة الجاية، ولكن يبقى الدور أيضا على كل من له تأثير أنه يشارك مع الدولة في التركيز الفترة القادمة على هذه القضية المحورية لمستقبل مصر. بالنسبة لمدى التنسيق لقواعد البيانات، بطمن حضرتك أستاذ صفية إحنا قاعدة البيانات بقت هناك قاعدة بيانات واحدة،
والحقيقة يعني الدولة المصرية مع المجتمع المدني مع الرقابة الإدارية يعني عملنا جهد رائع للوصول ان بقينا عندنا النهاردة قاعدة بيانات واحدة. انا عايز بس اطمن حضرتك ان لو حطينا اسم مثلا مصطفى مدبولي هيروح طالع على طول ان هو اخد في اليوم الفلاني من الجمعية الفلانية خد كذا واخد في الوقت الفلاني كذا وبيصرف من الدولة كذا. فبقت البيانات دي كلها النهاردة موجودة عندنا فيما يخص العمل التنموي، ودي مربوطة ما بين الدولة والمجتمع المدني والرقابة الإدارية. فيما يخص الاتفاق مع الصندوق، ويمكن أنا اتكلمت في هذا الموضوع أكثر من مرة، وخليني أكد على شيء مهم جدا. التفاوض مع الصندوق بدأ من قبل الأزمة، من مجرد ما انتهينا من البرنامج الماضي اللي هو كان انتهى في 30/6/21. عشان بس أكد لحضراتكم، بدأنا نتكلم مع الصندوق لأن كانت رؤية الحكومة المصرية بمنتهى الأمانة أن من المهم جدا دائما أن يكون هناك هذه العلاقة ما بين مصر وبين الصندوق، فبالذات في ظل الأزمات اللي كانت موجودة. احنا كنا بنتكلم على كورونا، وطبعا ما كناش بنستشرف لسه موضوع الأزمة الروسية الأوكرانية، وكنا فعلا وصلنا على نهاية العام الماضي، أنا بتكلم هنا على 21 وبداية 22، على إن هو برنامج دعم فني فقط عشان يساعد الدولة المصرية على استكمال برامج الإصلاح الاقتصادي والإصلاح الهيكلي اللي بنعمله للقطاعات المختلفة. لما حصلت الأزمة الروسية الأوكرانية طبعا وحصل الضغط على العملة الصعبة، قلنا ممكن نضيف مكون يعني تمويل يتاح للدولة المصرية، تمويل نقدي. إنما نفس محتويات البرنامج اللي كنا بنتوافق عليها قبل الأزمة هي اللي احنا بنتكلم عليها النهاردة. فأنا بس حابب أكد هذا الموضوع لأن الكلام الكتير عن النقاشات من غير ما يبقى عارفين التفاصيل، وهو ده للأسف اللي أنا الواحد بيتابع الموضوع، الناس بتتكلم من غير ما تعرف التفاصيل بالظبط إيه. وهذه برضو عايز أكد، هيتقال لنا طب ما تقولوا التفاصيل، الحاجات دي بتبقى يعني معلش ليها صفة الخصوصية والسرية للدولة لغاية لما يتم التوصل للاتفاق. وبالتالي ده اللي أنا عايز أكد عليه، مفيش يعني شيء النهاردة موجود يعني بيجبرنا عليه الصندوق إن أنا أعمل حاجة يعني تمس المواطن المصري، بل على العكس إحنا بنتكلم على إن هو بيقول الدولة المصرية، وده إحنا اشتغلنا عليه، رحب تماما بكل الحزمة الاجتماعية الجديدة اللي إحنا بنعملها والبعد الاجتماعي اللي بيتم، لان ده مفيش اصلاح اقتصادي بيتم من غير ما يبقى معاه مصاحب ليه برنامج حماية اجتماعية عشان ينجح. فبالتالي هم ما عندهمش اي يعني نوع من الاعتراض او التحفظ، بالعكس هم بيرحبوا بكل برامج الدعم الاجتماعي للدولة المصرية بتتعمله، ولكن يبقى الاساس هو استقرار الاقتصاد المصري وعدم تعرضه لهزات زي العنيفة النتيجة للأزمات الكبيرة اللي موجودة. هو ده اللي احنا بنشتغل فيه مع بعض، ونأمل ان شاء الله في اقرب وقت ممكن ان احنا ننهي الاتفاق النهائي على كل مكونات البرنامج الجديد، وساعتها يتم الاعلان يعني عنها بكل تفاصيلها ان شاء الله. انا بشكر حضراتكم جميعا ومتشكرين لوجودكم معنا، وان شاء الله ربنا يوفقنا، وحنبدأ ان شاء الله من اول سبتمبر بدء تنفيذ الحزمة الاجتماعية الجديدة اللي وجهنا بيها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. وان شاء الله الدولة المصرية مع كل الوضع والتحديات الكبيرة اللي موجودة ان شاء الله قادرة على التعامل مع هذه الازمات، ويعني احنا مش هنبقى يعني ساكتين، كل ما هيبقى لا قدر الله حسينا ان هناك احتياج لتدخل اضافي الدولة المصرية هتكون جاهزة لاي تدخلات من شأنها حماية المواطن المصري البسيط. شكرا لحضراتكم.